فيها غلط بقى عليه حسن هين ده فرح يا بابا سن اشكال ولا اللي مرمي فيها. طب ما انا سايب بيتي واولادي وجيت معاكم اهو. بعد ايه يا شيخ حسون؟ يا سيدي لما ده بتقدمني بمحمود يا عدريس. الجواز باطل يا عدريس. مستقبل ماتي وما ماتت هنادي. يعني مش قادرة تسامحيني؟ والله انا عادة بشربها سكر على الريحة وده يعني من قلة السكر. فبقى هنا خليها سكر زيادة. زيادة قوي. الأسطورة. حياته كانت كنغمات لحن لسيمفونية رائعة العزف. إنه الدونجوان الوسيم البطل رمز الرجولة وموهبة بألف وجه ووجه. معشوق الجماهير، رجل فك طلاسم الحياة واستطاع أن يهنأ بكل دقيقة وثانية ولحظة. تزوج وطلق، أحب وهجر، وكان دوماً على موعد مع الحظ. أنا خبير ستان. يقولون هزمه المرض، ونحن نقول إنه رجل هزم الحياة ونجم غار من نجوميته أفضل النجوم وأسطورة أبداً لن تتكرر. إنه الدونجوان المجنون رشدي أباظة. في سنة من السنين جه أخونا الزميل ديفيد لين لمصر، جه علشان يختار نجم مصري ذو طابع شرقي لفيلم لورنس والعرب مع بيتر أوتول. وفجأة هم قالوا له ونصحوه في أمريكا، قالوا له في ممثل اسمه رشدي أباظة بيعرف أكتر من 5 لغات ووجهه شرقي وجميل وإلى آخره. فجأة الراجل قعد في الفندق وطلب إنه يقابل رشدي أباظة. فطبعا كلفوا إحدى المنتجين، راحوا لرشدي أباظة قالوا له ديفيد لين، هي الرسالة وصلت غلط على فكرة، قالوا له ديفيد لين عايزك عشان يعمل لك تيست. فقالوا لا 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 لا، في فيلم بيتعرض لي دلوقتي في سينما ديانا اسمه في بيتنا رجل، يروح يتفرج عليا. فراحوا بلغوا الراجل. الخواجات ما عندهمش عقد. لما قالوا له الراجل بيقولك عنده فيلم بروح اتفرج عليه، قالوا ما انا عايز اشوف السينما المصريه. فخدوه فعلا، حجزوا له في سينما ديانا وراحوا له وخدوه وراحوا، راح الراجل يتفرج. فجاه لقى نفسه قدام ممثل تاني قوي اسمه عمر الشريف. فقال لهم والله عايز اشوف الولد ده. فكلموا عمر، قالوا له ديفيد لين عايزك تروح تقابله، كان في هيلتون نيل، قالوا تروح تقابله علشان خاطر عايز يشوفك. عمر ما كدبش الخبر، راح رايح له، قاعد يتكلم معاه، لقى بيتكلم لغات ما شاء الله عليه زيه زي رشدي أباظة. وقال له بس انت عندك الحسنة دي مش حلوة، تقابلني في لندن الأسبوع الجاي، هحجز لك في مستشفى يعملوا لك العملية وتمضي العقد. What is this? This is my bodyguard. There's not a man there without a price on his head. There's a price on my head too. But these are murderers. You know the sheikhs will hang these men. These men are mine. Lawrence, these things know nothing of the Arab revolt. وبعد عرض فيلم لورنس العرب أحس رشدي أباظة بعد الفيلم يعني كان صدى ونجاحه على مستوى العالم كبير قوي، أحس رشدي بالإحباط والغيرة من عمر الشريف، ويمكن الغضب جواه، لأن لما أنا بعت لي ديفيد لين يا عمر ما كانش المفروض أنك أنت تروح قبل ما تسألني أو قبل ما تجيلي. وعشان كده كان البرود بينهم، كان في تلج بينهم. يتقابلوا في حفلات، يتقابلوا في ريسبشنات،
فيسلموا على بعض ببرود تام، ما فيش صداقة أو ما فيش العلاقة الحميمية اللي كانت بتجمعهم مع بعض. أصل أنا حضرت الواقعة كانت في فيلم في بيتنا رجل، والفيلم كان فيه رشدي أباظة وكان فيه عمر الشريف وأنا موجود معاهم، وجه واحد الكشاف بتاع الفيلم شاف صور من هناك، فجاي يقابل عمر ويقابل رشدي، فعمر راح في الميعاد ورشدي ما راحش في الميعاد، فطبعا هما ما عندهمش الحكايه دي، الراجل اللي ما جاش في الميعاد ده يبقى خلاص يحط عليه اكس على طول، فنسي قصه عمر وخد رشدي وخد عمر وطلع بيه الاردن، وعمر استاذن 3 ايام من التصوير في بيتنا رجل، وطلع معاه الاردن قابل ديفيد لين في الاردن وعمل له تيست كاميرا للدور بالملابس والمكياج، ورجع مزقطت قوي لانه مضى العقد، لكن ولا على بال رشدي، هو راحش الميعاد، ما كانش فاضي، ما راحش في الميعاد. فالناس بقى اللي تحب تأسفن، ما انت لو كنت رحت في الميعاد يمكن انت بس ياد انت وحاجات كده، ما يديش فرصه لحد انه يزرع اسفين بينه وبين زميل. لا نفسي الاقي شويه جدعان زي كده واحنا مطربعه على دماغهم. يا سلام لو تتنازل وخليني اساعدك، انا اسوي لك الهوايل. يا سلام، من امتى بقى الوطنيه دي كلها يا سعد الحميد؟ اسمع موحي، انت ما تعرفنيش كويس، تفضل ساكت. زي ما بقول لك يا استاذ ابراهيم، انا نفسي اكون دراعك اليمين دلوقتي وبعدين حتى لما تسيب البيت. اللي تردد اياميها ان رشدي لم يكن ملتزما بالوقت بالتوقيت، فتم اختيار عمر الشريف بناء على عدم التزام رشدي، لكن في كل الاحوال اكثر فنان مصري، اكثر حتى من عمر الشريف، كان مهيئا للعالميه هو رشدي اباظه. اظن انه ربما لو كانت العالميه احد اهداف رشدي اباظه كان حقق درجه نجوميه لم يسبق لاحد ان حققها، بما فيهم عمر الشريف. رشدي اباظه عمره ما حس ان هو محتاج الحكايه دي، لان هو كان يعلم انه النجم الاول في على الشاشه في الشاشه المصريه، وان الجماهير المصريه دي عنده اهم من العالم كله. ماسكس اورز اورانس نوت ذس جو راوند دمسكس اورز دمسكس. كنت شغال مع رشدي في احدى الافلام، وقال لي يا محمد ما تعرفش حد بتاع موبيليا؟ قلت له ليه خير؟ قال لي عايز اوضه نوم لفكري عشان هيتجوز بتاع. انا ليا صديقي المرحوم استاذ علي السمري تاجر الموبيليا المعروف الكبير، قبليها بيوم طبعا رحت انا رايح له، علي بيه رشدي اباظه عايز يجي لك ياخد اوضه نوم. الراجل سمع اسم رشدي اباظه لقيته واو، ازاي رشدي هيجي لي؟ قلت له ده انا اتفقت معاه وبكره ان شاء الله جايين لك، قال لي مستنيك، احلى اوضه نوم ياخدها رشدي اباظه، ده نجمي، ده انا معجب بيه، ده انا مجنون بيه. وكانت حكايه. المهم خدت تاني يوم رحت على عماره ليبون، طلعت خدت اخونا الاستاذ رشدي، وكان معانا مدام ساميه جمال رحمه الله عليهما الاثنين، ورحنا. انا داخل شارع عبد العزيز لقيت تعليقات ويفط علي السمري يرحب بنجم مصر الاول رشدي اباظه، ولومات حمراء ولومات خضراء ولومات زرقاء واعلام. فرشدي بص قال لي ايه ده؟ ده عامل لي زفه. قلت له هو الراجل يعني بيحبك؟ وانا بصراحه ابتديت اترعب. جينا على باب المحل لقيت فرقه حصب الله، اول رشدي اباظه ما نزل تت تت تربيت تت، فلقيت شعريتين رشدي نزلوا وابتدى يقرش على نابه، قلت ربنا يستر ما تقلبش بخناقه. وفجاه لقيت بوليس عامل تشريفه من اسم عابدين وحراسه في نفس الوقت. دخلنا طلع رشدي، هو المحل 3 ادوار، اول دور قال له حلوه الكنبه دي، لقيت علي السمري على العربيه يا ولد، حلو الكونسول ده على العربية يا ولد، المهم كل حاجة رشدي يقول عليها حلوة على العربية يا ولد. فجأة لقينا الدور الأولاني فضي، قالوا نطلع الدور التاني، طلعنا الدور التاني لقينا أوض نوم، قالوا الله الأوضة دي جنن فرنساوي، قالوا على العربية يا ولد، الله حلوة الأوضة النوم دي طلياني على العربية.
المهم على العربية يا ولد لغاية ما فضينا الثلاث أدوار وجينا بقى نازلين، أقسم بالله. ففجأة بيقول له علي بيه حسابنا إيه؟ لقيت علي السمري ما تشتمنيش ما تهنيش، يروحوا حاضنين بعض ومعيطين الاثنين، وأنا اللي كنت مفرقكم. يخرج شوية يمشي رشدي ما فيش مترين ويرجع يقول له لا 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 مش هينفع علي بيه، لا 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 أقول لك حسابك كام. المهم كده لغاية مركبنا، وكانت أمة لا إله إلا الله وثلاث عربيات علي السمري انطلقوا. أنا تاني يوم لقيت التليفون بيضرب، فرفعت السماعة، تليفونات الأرضية كانش فيه موبايلات، رفعت السماعة بقول ألو، فوجئت لقيت لو تفتكروا مشهد النجم الكبير محمود عبد العزيز في فيلم العار، هضربكوا بالنار. قلت له تضرب مين بالنار؟ قال لي انتوا سرقتوني يلي ويلي ويلي. قلت له طب ما انت اللي قلت له ما تشتمنيش، قال لي مش ما شتمني وسرقني هعمل بلاغ فيكم. جريت على بيت رشدي أباظة، رحت له في ليبون، ففتحت لي سامية قالت لي مصيبة. قلت لها مش اي مصيبة، ده بيحضر لنا بندقية خرطوش. فقالت له الاستاذ فين؟ قالت لي جوه. فدخلت له لقيته مستلقي على السرير. حبيبي انزل القمر اول ما شافني قلت له مش ولا نيله، ده ماسك لنا بندقيه خرطوش. اول لقاء بيني وبين رشدي كان في اسوان، قال لهم انا عايز اوضتها جنب اوضتي. نعتبرها نزوه من رشدي أباظه. كنا لسه جديده، كان في مشهد كده ساخن بيني وبينه شويه. اول مره بقى معايا بنوته زي القمر وراح بيها البلاتو. يا ابن الكلب جبتها منين دي؟ هو كان يخدم اللي في البلاتو. لما يحب مثلا عايز يمشي بدري فيقول عزمكم على الغداء. خلصنا الاكل وانا في موقف فظيع جدا. انا شخصيا اقول هذا الكلام على مسؤوليتي لسبب. ممنوع من العرض. ممنوع من العرض. أول لقاء بيني وبين رشدي كان في أسوان، المفروض كنا مسافرين وهو موجود هناك، فهو راح قبل مني. أول ما وصلت لقيته يا الله بنساش قمر، كان واقف كان في الريسبشن في الأوتيل تحت، فقال لي تعالي 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 أنت جديدة في البلد هنا وما بتعرفيش الناس هنا تعالي. قال لهم أنا عايز أوضتها جنب أوضتي. فهو بالتالي كان يعني أوضته وبعدين أنا، كنت أنا آخر أوضة في الكوريدور آخر أوضة، زي ما يكون عامل حارس عليا يعني. كان جميل، إنسان جميل. فكان يسيب باب الأوضة طول ما بالنهار قبل ما ننام وكده، باب الأوضة عنده مفتوحة، أي حد يعدي ها رايح فين عارف، كنت بحس بأمان هو موجود. ممكن أقطع تذكرة الأقصر يوم السبت الجاي؟ تحت أمرك، لازم حضرتك رايح تكتب قصة جديدة. ده اللي أنا بتمناه، الأقصر أحسن مكان للتأليف. تفضل. متشكر. ماشي، وأنا مستنية القصة الجديدة بإذن الله. تشاو. كان له بقى قفشات ظريفة جوه الاستوديو، يعني هو يحب يعني يشتغل شوية وبعدين له مزاج ان يمشي يسهر بتاع حاجة كده، فيبقى عايز يبوظ المشهد، يعني ايه يعمل اي حاجة تربك. فكل الاستاف عارفين انه يحب يجيب اكل، صواني بتاع، فجاب صواني ما عرفش ايه كده بتاع اكل للاستاف، وحط لهم فيها حاجة مخدرة، يعني حاجة بتاعت مزاج كده اللي هي روح رايح بس. والاصطف نزل في الفتة والبتاع، هي ربع ساعة كله عمل كده، مزاج اشتغل، الكمية اشتغلت وفركش. يعني من حاجاته الظريفة مثلا لما يحب مثلا عايز يمشي بدري فيقول عزمكم على الغدا، فيجيب حلة لحمة كده دنجل دنجل، كان معانا واحد دنجل بتاع الاكسوار، يجيب بتاع كده مليانه فول مدمس ومتقطع عليها ليتين خروف ويحطوه على النار
وبعدين شطه ما نشوفش الحاجه من الشطه اللي على الوش. وعزمنا على الغدا اكله شهيه جدا وقت تخلص رغيفين ثلاثه بس بعد ربع ساعه من الاكله كله نعم كده. ايه مالك؟ مالنا ايه؟ انا ملاحظ كده انكم مهمومين ومحي مش مستر خالص. اصل الحبيبي ما بيرفعش عينيه عن كتب ليل ونهار في المذاكره. ان شاء الله هياخد الليسانس ويبقى في ايده شهاده. والله يا بنت عمي الشهادات دي كويسه وكل حاجه وعلى راسي، بس ما تنسيش ان احنا في عصر الفتاكه الفهلوه الواحد لازم ياكلها وهي طايره. يعني انا مثلا اعمل ايه؟ عندي ثلاث شغلانات اضافيه فوق شغلانه الصبح، اكل لقمه بتاعتي وانزل في السوق الف لفه من هنا اثنين في ثلاث في خمسه اجي اخر الشهر عندي 50 شهاده. 50 شهاده من البنك الاهلي. فالح قوي الشهاده لله بتعم. كنت عايزه اتشمس فطبعا مش عايزه انزل تحت حوالين البيسين، عارف برضو يعني فنانه ومش عارف ايه وكده، ففكرت ان انا ايه اقعد اتشمس على البلكونه بتاعت الاوضه. فروحت فارده ولابسه المايو وكل حاجه وقاعده بتشمس. هو حس في دوشه بره، ناس ودوشه ومش عارف ايه وحاجات كده، هو افتكر انه الدوشه دي كلها عشانه هو، فخرج على البلكون كده بيبص كده من البلكون كده، فحس انه لا الاتجاه الاوضه اللي جنبه. فهناك الاوض كانت جميله جدا، البلكونات كانت ايه يعني لو عملت كده تشوف البلكون اللي جنبك، فبص كده لقاني انا واخده راحتي بتشمس بالمايو ودهنه قال لي بتعملي ايه؟ خشي جوه. مرة من المرات قال لي ايه؟ انت مش لسه قابض من الاذاعة؟ قلت له اه. قال لي طب ما تعزمنا على العشاء انا وسامية. قلت له حاضر. عايز تاكل ايه؟ قال نفسي اكل فراخ في مطعم شهير في الهرم. قلت له طيب بس انا عندي ميزانية محدودة جدا، لو هنتعشى هيبقى مجرد الفراخ المشهورة بتاعت المطعم ده لسامية ولحضرتك والأنا، يدوب اللي معايا هيكفي ده، مفيش أي حاجة تانية. قال لي لا 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 مفيش، هي بس الفراخ بالفلوس اللي معاك. ورحنا المطعم، كان عندي عربية صغيرة كده، هو إن هو ركب معايا هو وسامية، ورحنا قعدنا دخلنا المطعم الفاخر ده، هم عارفينه طبعا في المطعم، أهلا يا أستاذ رشدي، أهلا يا أستاذ رشدي، أهلا يا مدام سامية. ودخلنا وقعدنا، مسكت قائمة الطعام المنيو كده وبصيت فيها، قعدت أحسب لو طلبنا سلطات هتتكلف كام، زائد 3 فراخ مشوية يبقى كذا، يدوب حسيب يعني شوية فلوس كده للجرسون مقابل الخدمات اللي بيعمله، وكان زمان الأسعار غير الأسعار دلوقتي. وقعدنا شوية، لقيت أستاذ رشدي نده الجرسون وقال له هات لي إزازة نبيت. قلت له أستاذ رشدي مفيش فلوس احنا اتفقنا إن مفيش غير العشاء بس، أنا ما عنديش يكمل ده. فقال لي لا 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 هم هيدوها لي كادو ليا يعني. خلصنا الأكل ولقيته هو بيقول للراجل إزازة نبيت تانية من فضلك. قلت له بقول لك إيه؟ أنا ما مش هدفع ده وما عنديش فلوس أدفع ده. قال لا لا ما يهمكش، هما جايبين لي ده كادو مش حي. قلت له حاضر. قعد قلبي بيضرب، خلصنا العشاء وخلصنا القعدة وجينا قايمين، طلبت الحساب. فالراجل جاب لي الحساب، العشاء كذا 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 والمقبلات اللي موجودة إيه 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 إيه، وإزازتين نبيت بكذا. قلت له انت قلت لي ان مفيش ده مش هيحسبوه. قال والله اهم ما حسبوش ادفع. قلت له ما عنديش هدفع. قال ايه ما عندكش؟ يلا يا سامية. واخد سامية ومشيوا على الباب وسابوني انا قاعد جوه، قاعد افكر طب هو جايب عربيتي فلازم هيستنى عند عربيتي. جريت وراه في الممر قلت له ما عنديش ادفع اعمل ايه؟ كلم الجرسون اعمل اي حاجة. يقول خلاص هم جايبين ده يعني امضي لهم على الفاتوره ويبقى منوني على ده.
طب حضرتك قول له، قول للجرسون انا ضامن الاستاذ اللي معايا ده اللي مش معروف ان هو هيجي يدفع الحساب بكره. قال لي لا 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 مفيش. امشي وراه لحد ما وصلت لعربيتي والجرسون ورايا ومعاه الفاتوره، وانا في موقف فظيع جدا. لما وصلنا للعربيه بص لي كده وضحك وقال لي ادفع الاكل. انا كنت جايب ازاز النبيت معايا ومديها له في السر علشان بس كده يعني ايه احطم اعصابك. الاستاذ سعد عرفه ادى اول يوم اوردر تصوير لرشدي اباظه، فقال له احنا هنصور ساعة 12 الظهر، ورشدي ما بيصحاش بدري، ما يحبش يصحى بدري هو يعني طبيعته. قال له أكيد، قال له آه خلاص يا رشدي 12 عشان إحنا مع الشمس ومش عارف إيه حوالين البيسين. فأول يوم رشدي نزل وما تعرفش ليه، يعني كان قاصد إنه يبقى يعني بانكتشوال في مواعيده، يعني نزل مضب نفسه لابس وكل حاجة، نزل قعد على البيسين. طبعا أستاذ سعد أول ما شاف رشدي نزل ساعة 12 بقى يقلق. بعدين قال له هنصور، قال له آه، ومن حظه جينا عايزين نصور الكاميرا عطلت. فقال له ده غصب عني أنا أعمل إيه، الكاميرا عطلت يا أستاذ رشدي ومش عارف إيه. سكت، قال له ماشي، سابنا وطلع. تاني يوم نفس الميعاد ساعة 12 الظهر، قال له يا أستاذ سعد متأكد من الكاميرا؟ قال له آه، بعت جبت كاميرا تانية من مصر ومش عارف إيه، طبعا إحنا في أسوان يعني. فنزل رشدي 12 برضو، وشوية في نص الشوط الكاميرا عطلت، الكاميرا التانية عطلت معانا. رشدي كان دمه خفيف، قال له خلاص بقى بقول لك إيه، راح واخد الكاميرا نازل بالبيسين. كان في مشهد كده ساخن بيني وبينه شويه، وانا بقى طبعا مكسوفه وحاجات كده ورشدي، فهو عايز ياخدني عليه عشان يخليني ريلاكس في المشهد. قعد يروح ويجيب لي شوكولاته، ويروح يجيب لي مش عارفه عصير، ويروح يجيب لي. قال لي بصي انا هفضل اغذي فيكي لغايه ما تبقي ريلاكس خالص، اما تبقي ريلاكس خالص قولي لي انا جاهزه اعمل الشوت، لان المشهد ده ماستر سين بالنسبه لك. لو انت اترعشتي فيه او اتكسفتي فيه او ايه، انت كده كممثله بتكتبي شهاده نهايتك. انا هعمل اللي عليا، انا رشدي اباظه والناس فهماني وانا هعمل اللي عليا، فانت بقى انت حره بقى. فقعدت يعني افكر هو ليه بيقول لي كده؟ طب ما هو ممكن يسيبني اشتغل وخلاص، هو ده رشدي اباظه، انا طلعت نزلت لسه جديده. فشوف قد ايه هو خايف على الممثل اللي قدامه، ده يديني ده من هنا بقى بدايه ان انا ابتديت اقرب منه فعلا قوي، لان حسيت ان ده زي الاخ الكبير اللي خايف عليا، زي الاب اللي خايف ان انا افشل او اسقط. فمش مهم هو، قال لي انا مش انا بره المشهد، مش مهم انا المشهد ده انا متنازل عنه ليكي، بس ارجوكي حسيه واعمليه حلو. هو في الدنيا احلى من دولك؟ ولا لازم من دولك؟ ولا أجمل من دولك؟ ولا أرقى من دولك؟ على مهلك أوي كمش. هو صحيح حلو، إنما بقى إيه؟ مش عندك؟ لا وحش أوي. ليه بقى؟ أنا حاشك عني. أذكر كنت لسه رايح له في أول فيلم، كنت بقى لسه شباب ومعايا الجيرل فريند بتاعتي، أول مرة بقى معايا بنوتة زي القمر ورايح بيها البلاتو. أنا فاكر اسمها لغاية دلوقتي، اسمها أنيتا جريجية، الشعر والقصة كده وبتاع، ودخل بيها وهي قاعدة مستنياني أمثل، وقال لها بمثل بقى أنا مع رشدي أباظة، وهو داخل بقى وبص كده قال إيه دي؟ قلت له يا أستاذ رشدي دي أنا. قال لي أنت إيه؟ بونسوار يا مدموزيل. راح ماسك إيه ده الأدب اللي في الدنيا، هو علاقته بالحريم كانت شياكة، وراح بايس إيدها تعالى هنا يا، ودي بقى قاعده ميته من الضحك على شكلي انا، وانا استاذ رشدي بلي عم رشدي الله يسترك احنا لسه الايه ايه بس يا ولد ولد خليه في شغلك، هات الطبانجه على طول. هو كان يخدم اللي في البلاتو،
يعني يشتغل لهم اي حاجه، بس ان هم يبقوا مبسوطين حاجه غريبه قوي. ان هو اصل هو كمان متربي حلو قوي، على طول بيضحك، ولو حزن قوي يا ونا البلاتو يتشقلب. لو عنده مشاكل في الشغل لازم يدربكها بصراحه، يعني ممكن نط طرزان، ممكن يعمل يعني يعني احنا كنا نجري ونقعد فوق وضع، في الاخر خالص يجي يخبط علينا، ممكن يشيلنا، تعالوا انتوا خايفين، انتوا زعلانين. صالح كان لما حتى يروح يقعد في حته او يسهر او كده كان لازم تنتهي معروف بتكسير المحل، بتكسير البيت اللي هو بيسهران فيه، باي حته يعني. لدرجه ان مره من المرات فبيقول لامي انا هاجي بقى واسهر معاكي ونقعد وكده، قالت له بس نقعد في الجراج تحت عشان انا ما عنديش استعداد ان بيتي يتكسر. جينا في فيلم افتكر حضراتكم كلكم فاكرينه اسمه عالم عيال عيال، كنت انا وجورج واظن الضيف كان موجود ولا توفى، يعني كنا ضيوف شرف في الفيلم، كل واحد له مشهد. مخرج الاستاذ محمد عبد العزيز حبيبي داخل في الشوط والعيال هجموا عليا، فانا قلت على ايه ده؟ ايه دول؟ الهكسوس؟ وبعدين فجاه سمعت استاذ محمد عبد العزيز بيقول ستوب. والله استاذ رشدي ده لقيته واقع على الارض بالظبط، يعني هكسوس يا ابن الكلب جبتها منين دي؟ قلت له انا اسف. لا سيخ قولها لذيذه. ايه دول الهكسوس؟ تعالوا يلا. كنا بنعمل فيلم كانت ايام، اخرج المخرج الاستاذ حلمي حليم، وده كان انتاج رشدي اباظه وبطولته مع النجمه المطربه صباح. اثناء عمل الفيلم ابتدت علاقه حب تنشا بين الطرفين، الله اعلم نعتبرها علاقة حب، نعتبرها نزوة من رشدي أباظة. أنا شخصياً بقول هذا الكلام على مسؤوليتي، لسبب لأن كانت علاقته بسامية جمال وحبه لسامية جمال كان لا يضاهيه حب آخر. ولكن فوجئنا أن رشدي أباظة اتجوز صباح على أثرها، يعني أصيبت سامية جمال بصدمة عاطفية نفسية سيئة جدا، لأنها سابت الرأس وسابت الفن وجندت نفسها لخدمة رشدي أباظة. طبعا سابت البيت وانتقلت إلى إحدى الفنادق. طبعا القصة دي كلها سمعتها صديقتها وحبيبتها صباح، فحست بعقدة ذنب كبيرة جدا، وراح اطلعها الفندق قالت لها ما تظلميش رشدي، رشدي لو حب مش هيحب غيرك، انا اعتبريني نزوه في حياته وقد اكون انا السبب فيها، فاذا كنت تزعلي من حد زعلي مني انا، ما تزعليش من رشدي. وفعلا صباح اعادت الميه لمجاريها ورجعت ساميه لرشدي اباظة، لغايه ما حصل برضه مشاكل اخرى وطلبت الانفصال. بيعمل فيلم اسمه إيدك عن مراتي، وفجأة اتكتب في الجورنال تزوج رشدي أباظة من صباح. ما كانت زيجاته سريعة إنما دي استمرت سنوات. رشدي كان يموت في حاجة اسمها الحكلوك، وهو ما كانش ملاك طبعا. أنا بحبه لإني خايفة منه فحبيته. رشدي لما كان في المستشفى في أيامه الأخيرة رحت له. ممنوع الصيام. ما كنتش أتخيل إن أنا أشوف رشدي في الصورة دي. واتطوت الصفحة دهيا إلى الأبد. ممنوع من العرض. ممنوع من العرض. السينما في وقت من الأوقات كانت
تقريبا متوقفة في أواخر الستينات لأسباب عديدة، فكان معظم الفنانين مهاجرين إلى بيروت يعملوا أفلام هناك، منهم العظيم رشدي أباظة. سافر وراح لبنان بيعمل فيلم اسمه إيدك عن مراتي والبطلة صباح، وفجأة اتكتب في الجورنال تزوج رشدي أباظة من صباح. الوقع ده كان على سامية جمال جامد جدا. قالت لا أنا مش مصدقة، دي دعاية، ده إعلان للفيلم، وحتى لو ده صحيح أنا أفضل إن أنا أقول إن ده كان جزء من الدعاية لصالح الفيلم. جاء بقى موعد عودة رشدي أباظة من لبنان، فقلنا للمدام سامية أنا ومدير أعماله نروح نستناه في المطار. قالت لي لا أنا هطبخ له الأكل اللي بيحبه وأنا هستنى في البيت وإنتوا روحوا هاتوه من المطار، وما تخافش أنا مش هذكر حكاية صباح دي كأنها لم تكن. دي مش أول مرة يبقى في إشاعات حوالين رشدي، وأنا حريصة على أن أنا أحافظ على البيت مادام هو رشدي بيرجع لي البيت في آخر النهار. كانت ست زوجة متفاهمة جدا وبتحبه جدا يعني. فرحنا احنا جبناه من المطار، هو عايز يشوف الأثر ايه بتاع خبر جوازه من صباح، فبينكش بأسئلة كده. قال لي سامي عرفت؟ قلت له عرفت ايه؟ قال موضوع صباح. قلت له ما أظنش، يمكن ما قريتش في الجورنال، يعني ما كتبش إلا في جورنال واحد ولا حاجة كده يعني. قال أكيد؟ قلت له آه أكيد، ما كانت قالت دي عاملة لك الأكل اللي أنت بتحبه وواوا إلى آخره. يسكت شوية وإحنا في الطريق ويقول متأكدين إن سامية ما عرفتش الموضوع ده؟ لا يا سيدي ما عرفتش. وصلنا البيت ودخلنا البيت وقعدنا، وسامية عبد الله على السلامة وبسته وحضنته وخدت الشنطة دخلتها جوه محضرة لكم العشاء، قعدنا في الصالون وجابت الأكل حطيته، وكعدته هو يحب يغيظ وينرفز ويعمل وعايز يشوف إيه الموقف. قال لها سمسمة حبيبتي سمعيني كده لو عندك أي اسطوانة للصبوحة. قالت له حاضر يا حبيبي عندي، وراحت حطت اسطوانة لصباح، ابتدت صباح تغني وهو يقول الله الست دي شي از كوين، ملكة. ويبص لسامية إن يبان عليها أي تأثير؟ أبدا. دوق يا حبيبي ده، شوف اللي مش عارف أنا عاملة لك إيه. هو لقى إنه مفيش فايدة، فلا طب عندك غنوة تانية لصباح؟ قالت له لا هي دي الاسطوانة الوحيدة اللي عندنا. لا أنا أصلي بحب أسمع صباح قوي، أنا أصلي انبسطت قوي في لبنان، إحنا عملنا فيلم حلو قوي يا سامية هيعجبك. إن سامية تعلق لا تعليق. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، ياللي عمري معاك كان احلى من الشهد المذوب يا راجل يا طيب. استاذ رشدي ما كانت زيجاته سريعه، ما تتجاوزش سنه اتنين تلاته، انما دي استمرت سنوات. وانا اعتقد انه سامية جمال شافت في رشدي أباظة، لان رشدي أباظة ده كان معشوق كل الفنانات وكل ستات مصر والعالم العربي. فسامية جمال كانت دائما ابدا حريصه على البيت، كيان الاسره والبيت اللي هي تبقى فيه مع زوج بعيدا عن حياه الفن. ومن هنا انا اعتقد ان هي هيئت له الحياه الاسريه اللي كان بيهدأ إليها سنوات طويلة، وعاش مع سامية جمال سنوات طويلة. وأنا أعتقد أنه الفراق اللي كان بينهم، أنا ما شفتش ناس بينفصلوا عن بعض والاتنين بيبكوا، الاتنين حزانة، إنما مضطرين لأنه هو يتم هذا الفراق.
الأسرة الأباظية ما كانتش، كانت من الإقطاعيين اللي بينظر لهم إن هم أعداء النظام في عصر عبد الناصر. وكنا إحنا في بيروت، وفجأة لقينا عمار الشريعة الله يرحمه كان في نفس الأوتيل بيصرخ بيقول الحقوني. فروحنا، كان رجي أباظة معانا وقاعدين مع بعض، فقال له عمار الشريعي الرئيس عبد الناصر مات. أنا فاكر كويس قوي رجي أباظة لغى كل شيء، كل ارتباطاته، وحول السويت بتاعه في الأوضة إلى غرفة لتقبل العزاء، وكان هو واقف في المقدمة لأنه كبرنا راح لازم نتقبل العزاء. وأقول لك أنه الجنازة اللي اتعملت في لبنان مع جنازة الرئيس الراحل عبد الناصر كان الفيل بيتصدرها رشدي أباظة الفلاح المصري اللي في بيمشي في جنازة العظيم المصري جمال عبد الناصر. كان يتكلم دايماً عن عبد الناصر، وكان كده في الأوائل خالص عبد الناصر الأول. ف كبنت صغيرة قلت اللي أنا يعني إنه مش هنخلينا نمثل، مش هنخلينا نسافر وكده، وصعب وظابط صعب قوي وكذا. مسكني شني ورماني بر. قلت ليه يا رجل؟ قال لي اسم عبد الناظر ده ما تجيبهوش على لسانك. قلت له انا ما قلتش حاجه، انا بحبه زي ما انت بتحبه. قال لي لا، انت ما تحبوش زي ما انا بحبه، انا حاجه تانيه. قلت له خلاص، كل واحد حر في حبه. انا بحبه لاني خايفه منه فحبيته بس. كلفنا رشدي أباظة بأول مسلسل يعمله في حياته، وكان مسلسل اسمه يعني ينذر بكارثة، صفقة الموت. وبدأنا فعلا تصوير أول أسبوع وتاني أسبوع وتالت أسبوع، فعلا كان فريشنج جدا، كان في حالة صحية جيدة جدا وفي حالة طيبة جدا. فجأة يمكن رابع أسبوع، أول رابع أسبوع بنصور في قصر الملكة دينا في المعادي، فأنا داخل فلقيته في الريسبشن قاعد، وعم حسين اللبيس بتاعه رحمة الله عليهم بيدلك له كتفه. فدخلت بقول له مالك يا حبيب؟ أبصلي لقيت عينيه اليمين مكسورة، بقه كده. بقول له مالك؟ قال لي تعبان، دراع وجعني. قلت له طيب يا حبيبي لو تعبان ما نفركش ونيجي يوم تاني. قال لا لا لا، أنا عايز أخلص من المشهد ده. خرج ركب العجلة وطالع مطلع القصر، وفجأة لقى نفسه رجليه لخفنت ووقع. لما وقع ما قامش، جرينا عليه قومناه. حسيت إن في كارثة أو في مصيبة هتحل على هذا الرجل. راح البيت، روحناه. تاني يوم عادل صادق لغى الأوردر، قال لا هنوقف ثلاث أيام، كان تقريبا يوم الاثنين أو ثلاث، قال لك هنشتغل السبت الجاي. السبت الجاي ده كان مشهد إجراء جراحة لورم سرطاني في دماغه حسب مشاهد المسلسل. فلقيته كلمني وقال لي تعالى لي عايزك، فرحت له. قال لي محمد أنا عايز باروكة صلعة ألبسها، وعايز تحط لي تيوب دم، عايز الدكتور يبان المشهد وبيقطع في الباروكة، يقطع التيوب اللي تحتيها ويبان إن فعلا عمل وستوب على كده. جينا يوم التصوير يوم السبت فعلا، رحنا 12 واحدة، دخل مدير الإنتاج وقال يا إخوانا النهاردة فركش، ما فيش شغل. ليه؟ قال الأستاذ تعبان. تعبان إزاي؟ قالوا تعبان. فروحت أنا جريت على البيت، قالوا لي لا ده الأستاذ في مستشفى العجوزة. قلت العملية تطورت في إيه؟ جريت على مستشفى العجوزة فوجدت الزيارة ممنوعة وفي العناية المركزة، ووجدت صديقه الأستاذ شريف الفضالي. بسأل الأستاذ شريف الفضالي إيه الحكاية؟ قال لي لا الحكاية كبيرة، هيسافر لندن خلال أيام وهنعمل عملية هناك. بالفعل سافر لندن وعمل الجراحة
وكل جرائد ووسائل الإعلام كتبت ادعوا لرشدي أباظة بالشفاء، ادعوا. كلام كان بيموتني أنا شخصياً، لأن ادعوا يعني احنا بندعي له في أي وقت، بس هذا الرجل هذا مفتول العضلات فجأة ادعوا له عشان يخف وعشان يهف، فجأة أصبح شكل البني آدم. وجي برلندا أول ما رجع بعد العملية، جراء العملية الجراحية، هو جات لابس طاقية وقاعد والروب. الحمد لله على السلامة يا أستاذ، أخبارك إيه؟ قال محمد عايزك تعمل لي باروكة كلها شعر أبيض. استغربت، شعر أبيض إحنا شغالين في مسلسل وشعرك الطبيعي؟ قلت له تمام. قال لي عشان داخلين فيلم وده فيلم حياتي 606. قلت له حاضر، هعمل باروكة البيضة دلوقتي بقى، هنبتدي نعمل، مش هنعمل باروكة للمسلسل عشان نكمل المسلسل؟ قال لي لا 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 لا، أنا مش هعمل المسلسل ده أو مش هكمله. قلت له ليه؟ قال لي لا لا، ده مسلسل شو. خدت الكلام ونزلت، وأنا شغال في الباروكة جالي تليفون قالوا لي ده رشدي أباظة في مستشفى العجوزة. خير؟ قالوا لي لا، تعب، ودوه على المستشفى. شفته في صورة يعني ما كنتش أتخيل في يوم الأيام أن أنا أشوف رشدي في الصورة دي، فعلى سرير المرض. كان حاسس بقى فقد القدرة على أنه يكلم بعافية، ما كانش يحب يشوف في المراية، كنا شارين المراية من الأوضة. كان دايما الحقيقة يعني شهادة أشهد لنادية لطفي، تصحى من النوم الصبح على مستشفى العجوزة عند رشدي أباظة، ما تروحش إلا من المستشفى تقولها روحي. الحاج عجمي عبد الرحمن الشهير بدونجل، أعز أخ وصديق لرشدي أباظة في رحلة حياته كلها. استغربوا إن رجل بتاع إكسسوار يبقى صديق للدونجوان رحلة عمره كلها. كان موصي دونجل في المستشفى وعلى سرير المرض، وعايز أقول حاجة، إن كان دونجل الوحيد من أصحابه اللي يخش له في العناية المركزة، اللي يقول لهم هاتولي دونجل عايز أشوفه، فكان يخش له. فقال له وصية في رقبتك، قال له أمرني، قال له لما موت دونجل راح معيط، قال له ما تعيطش مش وقت عياط، لما موت يا دونجل افرش لي تربتي حنة. ومن المعروف إن في اعتقاد راسخ في أذهان ناس كتيرة قوي إن الحنة مادة بتحلل الجثة بسرعة كبيرة. ومرت الأيام وتوفاه الله، وبالفعل تم تكفينه وحطناه في الصندوق وركبناه عربية نقل الموتى. طلعت أنا ودونجل دخلنا جوه قبل ما يقفلوا الباب، قعدنا جواها، وشريف الفضالي قاعد جنب السواق. أنا لن أنسى هذا المشهد. ماشيين، كان دونجل بعت أخوه عباس، قال له عباس اسبق على المقبرة على التربة افرشها لي الحنة، وجاب له شوال حنة كبير. رايحين دخلنا شارع من العجوزة على شارع الهرم، دخلنا على أول شبرمنت، وإحنا بنلف لقينا حادث، عربية نقل شايلة رمل كبيرة وخبطة موتوسيكل، وشايفين حد متغطي بالجرنان. بس اللي خلانا فهمنا ان ده هو عباس شوال الحنة، متقطع ومتبعثر وبعثر على الارض. فدونجل قال للراجل السواق، قال له اركن شويه يا اسطى بعد اذنك، فركن ونزل. ونزلنا في شارع الجرنان، لا اخوه عباس راح مغطيه وراح راكب العربيه بقول له يلا يا اسطى. فانا والاستاذ شريف الفضل قلنا له لا خليك جنب عباس، قال لا 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 هنودي المرحوم وندفنه وارجع لاخويا. رحنا مقبره، فعلا دخل دونجل فرش الحنه ودموعه نازله، ما هوش عارف بيبكي على ايه، ما هوش عارف، احنا مش عارفين بيبكي على، هل بيبكي على اخوه، هل بيبكي على رشدي. وخدنا رشدي
نزلناه فعلا ودفناه. كل مجدل وهو بيتحط على المقبرة كأنه كان خنجر بيتضرب في صدري. كلمتني بالتليفون رحمة الله عليها سامية جمال، قلت لها عملتوا ايه؟ حكيت لها، قلت لها وانا متأثر جدا. فقلت لي محمد عايز اروح ازوره، وبالفعل تاني يوم رحت عديت خدمة المرحومة سامية جمال ورحنا بيها على المقبرة. فقالت عايزة كرسي، فالراجل ترابي جاب لها كرسي حطه جنب المقبرة، وفجأة دار حديث قسما بالله. لقيتها بتقول له انت اللي اخترت تموت بعيد عني، انت اللي اخترت انك تموت من غير ما اشوفك، من غير ما اشوف اخر نفس ليك. كنت دايما تقول لي يا سامية نفسي اموت على صدرك، مش هموت غير على صدرك يا سامية. كان بيحبها بجنون.